مشاكل او موضوع مساله ما بعد الطلاق. تمام. يعني عارفين كلنا المشاكل بعد الطلاق ومحاكم الاسره والنفقه والطاعه والكد والسعايه، وده موضوع مصطلح ربما يكون جديد على الناس ولكنه موضوع ليه خلفيه شرعيه قديمه من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. نبدا منين في موضوع ما بعد الطلاق دكتوره امل؟ نبدا من قبل الجواز. من قبل الجواز. حلو. لان مشاكل ما بعد الطلاق سببها اخطاء ما قبل الزواج، ويمكن ده اللي انا قلته في المؤتمر امبارح، ان احنا محتاجين ان احنا ناخد خطوه استباقيه كأول مقترح قدمته، ان انا أأهل المقبلين على الجواز، لان كتير من المشاكل بتكون نتيجه اختيار خاطئ، بتكون نتيجه عدم فهم لطبيعه الاخر واختلافه وازاي الاخر يتعامل معاه. فانا اقترحت او قدمت ان انا يبقى في تأهيل للمقبلين على الجواز يكون الزامي وليس اختياري. هو حاليا هو حاليا موجود بس اختياري تقصدي؟ لكن فكره ان هو يبقى الزامي، انا دلوقتي عشان ادي رخصه لشخص يسوق عربيه محتاج ان هو لازم يتعلم الاول ازاي يعرف يسوق ويجتاز امتحان. فانا برضو ده انت هتقود اسره بالظبط، هتطلع اطفال للمجتمع، فيبقى لازم اللبنه الاولى زي ما بنقول دايما تكوين المجتمع. فده مهم جدا ان انا اهله افهمه يعني ايه زواج، يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه ازاي تتعامل مع الاخر سواء كان الرجل او المراه، وازاي هم مختلفين بس بيكملوا بعض، وان هم مش داخلين حرب. يعني انا دايما بشوف ان اما الناس تبقى واخده صف الراجل او صف المراه، وده ضد الاثنين. يعني هي الفكره ان هم داخلين يكونوا اسره، داخلين يسعدوا بعض، داخلين يكونوا حياه ويعيشوا حياه مستقره. فنقطه فكره ان التاهيل وفهم الحياه الزوجيه قبل الزواج دي مهمه قوي قوي قوي، ويعرفوا حتى يعني ايه تربيه من ضمن برضو المحتويات مثلا اكيد، لان هو في النهايه اللي بيدفع الثمن هو الناشئ اللي طالع.